هذا الشعر ينسب إلى إمام العربية الإمام اللغوي النحوي المفسر المحدث الزمخشري رحمه الله تعالى. نعم، ويقال لم يصح نسبته إليه. على كل صح أو لم يصح، ولكنه ينسب إليه ويمكن أن يكون لغيره. هذا في الشوق على العلم والحرص عليه والتعلق به والغرام بالعلم، هذا الشعر شعر جيد في هذا المعنى، يبعث الشوق في النفوس ويدفع المرء إلى حب العلم والاجتهاد فيه والسهر له. يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. يا من يحاول بالأماني رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. يقول هذا العالم عن نهمه وحرصه على العلم وولوعه بالكتب وتحقيق العلوم وتنقيح المعارف والإقبال على العلم وآلاته وترك النوم واللذات من أجل العلم والتضحية في سبيله. يقول: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، يعني ترك نومي وطول سهري ودراستي في الليل الطويلة بترك النوم وبترك الراحة، هذا السهر الذي أنا أسهره من أجل تحقيق العلوم وتنقيح المعارف واستنتاج النتائج العلمية واستنباط المسائل الدينية من التفسير والحديث والفقه، هذا السهر أكثر لذة لي وأكثر متعة عندي من وصل غانية من لذة الوصال لحسناء، من الوصال للفتاة الحسناء، للفتاة الغانية، الغانية المرأة الجميلة التي استغنت بجمالها الفطري عن الجمال المجلوب الخارجي.
هي غنية بحسنها عن أي تحسين خارجي، لا تحتاج إلى تحمير الشفاه وإلى تبييض الوجه، لأنها بنفسها جميلة غنية عن أي استيراد وتحسين وتجميل. حسن الحضارة مجلوب بتطرية، وفي البداوة حسن غير مجلوب. فعندها حسن البداوة حسن فطري. فأنا أجد في العلوم وفي دراسة العلم لذة أكثر من لذة الوصال، وصال العاشق الهيمان لعشيقته الحبيبة الجميلة، وطيب عناقي ولذة عناق المرأة الحسناء، أن تعانق المرأة الجميلة وتعاشرها وتزاجعها فتجد لذة كثيرة. ولكن لذتي بالإقبال على العلم وبالسهر في العلم أكثر وأشد من هذه اللذة. فإن سهري لتنقيح العلوم ألذ لي، يعني قراءتي للكتب ودراستي لدواوين العلم وإقبالي على الكتب وإقبالي على الأسفار العلمية إلى وقت طويل من الليل، مضحيا بالنوم تاركا للراحة والجمام وحتى الشراب والطعام، هذا يعطيني لذة ومتعة أكثر مما أجد في الوصال لزوجتي وفي العناق معها. فأنا أجد اللذة في معاشرة الكتب وفي مخالطة الكتب أكثر من لذة معاشرة الأهل والزوجة، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. وتمايلي طربا لحل عويصة، عويصة مشكلة علمية، مشكلة أو عقدة علمية. هناك إذا كان الإنسان يقرأ ويطالع فإنه يجد في مطالعته وأثناء دراسته بعض المباحث الدقيقة وبعض المسائل العويصة يصعب على الفهم، فهو يكد نفسه ويجهد عقله في حل هذه العويصة. ثم بعد تعب شديد وبعد أرق طويل وبعد إقبال على الكتب وبعد غربلة كثيرة للكتب والدواوين والأسفار وفي إيغال في بطون الكتب، هو يجد حل هذه المشكلة العلمية التي قد أرقته كثيرا وقد أزعجته كثيرا وقد أطارت نومه، ثم تنحل هذه المشكلة فيتمايل ضربا ويهتز فرحا ويرقص يكاد يطير. يقول تمايلي ضربا بحل المشكلة العلمية أكثر من فرح الفرح الذي يجده السكير المعربد السكير في الخمر. نعم، إذا هو أخذ الخمرة والمدامة من الساقي ثم تناولها فإنه يجد سرورا عجيبا، ولكن أنا أجد سرورا أكثر في حل المشاكل العلمية. نعم، حل المشاكل أشهى وأعذب وأحلى عندي من شرب المدامة والراحة والخمر اللذيذة من يد الساقي. فتمايلي طربا لحل عويصة
أشهى وأحلى من مدامة ساقي. يعني ربما أطرب فرحا وسرورا إذا حلت، يعني إذا انحلت مشكلتي، وأجد فيه سرورا أكثر من سرور الخمر. إذا عملت الخمر في يعني في نفس الشارب عملها وأسكرته وأذهلته عن كل هم وعن كل غم وأعطته لذة كثيرة، فهو صار كملك من الملوك، وإن كان مصطدعا على الأرض يتلطخ بالتراب، ولكنه يظن نفسه ملكا بعد شرب الخمر، فهو يجد سرورا أكثر. وأنا أجد سرورا أكثر في حل المشاكل العلمية. تمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة. المدامة الخمر، الخمر اللذيذة، والساقي الذي يعطيك كأس الخمر. فإذا تناول الشارب السكير المعربد الخمرة مرة بعد أخرى من يد ساقيه ووجد اللذة، ولا سيما إذا كان الساقي صديع الوجه فأعطاه كأسا دهاقا من الخمر، ووجد لذة عجيبة وغفل عن سائر الهموم وأحزان الدنيا، كذلك أنا أنسى جميع الأحزان والآلام بحل المشاكل العلمية. وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. وألذ من نقر الفتاة لدفها، نعم الفتاة المغنية، نعم الفتاة المغنية هي تنقر الدفة، هكذا تنقر الدفة فتصوت، تصوت الدف صوتا جيدا، صوتا مطربا. إذا نقرت الفتاة وإذا دقت وإذا يعني غمزت الفتاة على الدف خرج الصوت الحلو العذب المطرب، فهذا الصوت يكون صوتا مطربا، صوتا سارا. فمن نقر الفتاة لدفها عندي نقري لألقي الرمل عن أوراقي، لألقي الرمل عن أوراقي. إذا كنت نعم إذا كنت أكتب هكذا، أكتب وهناك طار التراب على الورق، فأنا أفعل هكذا، هذا الصوت أكثر سرورا عندي وأكثر تمايلا عندي من نقر الفتاة لدفها. فهذا الصوت العجيب يكون للعشاق ولمحبي الغناء يكون مطربا، ولكن صوت الورق الذي يخرج منه إذا حاولت إلقاء الرمل عن ورقي بنقر الإصبع فيخرج الصوت من الورق، هذا الصوت أكثر سرورا ولذة عندي. فهمت؟ ألذ نقري لألقي الرمل عن أوراقي، يعني نقري لألقي الرمل عن أوراقي صوته ألذ من صوت نقر الفتاة لدفها. فهمت؟ نعم. بعد ذلك يقول يا من يحاول بالأماني رتبتي، يا من يحاول بالأماني رتبتي،
كم بين مستفل مستفل وآخر راقي أأبيت سهران الدجى أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. الآن يخاطب الشاعر أي رجل يريد أن ينافسه ويباريه في العلم، فيقول: أنت تريد أن تكون مثلي في العلم وفي منزلة التحقيق، وأنت لا تبذل سعيك ولا تجتهد جهدك في العلم، فهذا حلم لا يتحقق، هذا خيال، خيال لا يؤول إلى التحقق والظهور. نعم، يا من يحاول بالأمان رتبتي، فقط أنت تتمنى وترجو وتعقد الرجاء بالله سبحانه وتعالى وبالأمان الفارغة وبالرجاء الكاذب وبالآمال المعسولة الحلوة التي تتأملها في نفسك، والأمان التي تتمناها على الله سبحانه وتعالى من غير أن تختار الوسائل، وسائل العلم التي تؤديك إلى التحقيق العلمي، فأنت تريد أن تصل إلى رتبتي وتريد أن تحتل مكانتي بالأمان الكاذبة والدعاوي الفارغة. لا، أبدا لا يكون ذلك أبدا. كم بين مستفل، أنت منخفض، أنت في القعر تحت السرى وأنا في السرية، كم بين مستفل، أنت في السفل وأنا في العلم، أنا قد رقيت في الدرجات العلمية إلى عنان السماء، قد أحلق في الفضاء العالي، نعم، وأنت قد وصلت إلى القعر، نعم، فلا يمكن أن تصل إلى مكانتي أبدا، لأنك مستفل منخفض منحط الدرجة، نعم، ساقط المنزلة، أنت وضيع، وأنا الحمد لله قد بلغت القمة العلمية الشامخة التي لا تستطيع أبدا أن تصل إليها وأن تصعدها. نعم، لماذا؟ لأنني أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أنا أبيت الليالي تاركا للنوم اللذيذ، نعم، وتاركا للراحة، وهاجرا للمنام والجمام والشراب والطعام، وفي الدجى وفي الليل، في الليل الغاسق وفي الليل المظلم البهيم، أنا أقرأ الكتب تحت ضوء الفانوس أو تحت ضوء المصباح، نعم، وأنا أكد ذهني وأنا أبذل صحتي وأنا أضعف نفسي وأنا أضعف عيني، نعم، فأنت تبيت نوما في النوم العميق، تغط في النوم وتنفخ في النوم، هكذا في النوم أنت تنفخ في النوم وتنام نوما عميقا لذيذا حتى الصبح، نعم، وربما إلى طلوع الشمس تاركا للفجر،
فأنت تبيته نوما وأنا أبيت ساهرا ساهرا على العلم وعلى الكتب، فكيف تبغي بعد ذلك أن تلحق شأوي وأن تدرك مكانتي؟ نعم، لا يدرك الضالع شأو الضليع أبدا، لا يدرك الضالع شأو الضليع أبدا. نعم. فأين مستفل؟ مستفل؟ وبعد ذلك آخر، يعني آخر أنا راقي في الرقي العلمي، أنت في السفل العلمي، فبيني وبينك بون بعيد وفرق كبير ومسافة شاسعة لا تستطيع أن تصل إلى رتبتي أبدا، لأنك تبيت في الليل نائما هائما وسادرا في الغفلة والنوم لا هم لك، وأنا أبيت سهران الدجى، فكيف تبغي أن تلحق برتبتي؟ لا يكون ذلك أبدا. هذا الخيال، هذا خيال كاذب، وهذه الأمنية أمنية فارغة، وهذا الأمل أمل معسول ليس وراءه جد وسعي، والأماني لا تتحقق إلا بالسعي، والآمال لا تتم بالمنى بل بالعمل المستمر والجهد المتواصل. ها؟ نعم. لأستسهلن الصعب وأدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. إذا أردت أن ينقاد لك الأمل ويتحقق لك الرجاء فاصبر وابذل الجهد. فهمت؟ وأنشد البيتين الآخرين بالتلفظ والصوت. يا من يحاول بالأماني رتبتي، كم بين مستفل وآخر راقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. لحاقي يعني أن تلحق إياي، أن تلحقني في المنزلة. لا تلحق غباري، لا تلحق غباري ولا تدرك شعبي أبدا. لا تشق غباري. آخر هو نفسه يريد، مستفل هو المخاطب، أنت مستفل وأنا آخر راقي، يعني في الرقي في الذرة العلمية، قد رقيت إلى ذرة العلم، وبيني وبينك مسافة بعيدة. آخر هو نفسه. أيمن بين بين مستفل وبين رجل آخر راقي، بين رجل منخفض منحط في المنزلة وبين رجل آخر سام بعيد المنزلة عالي المنزلة والمكانة، الذي هو نفسه في المنزلة العالية المستفيد.